اتصال على قدر كبير من الأهمية بين بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذلك أنه يكشف على أن الهجوم المحتمل على إسرائيل آت لا محالة، وواضح بأن الطرفين يحاولان تنسيق الأمور على الصعيدين السياسي والعسكري على حد سواء. واضح بأن ما تسرب من هذه المكالمة يؤكد على أن الإدارة الأمريكية تؤكد على دعمها المطلق لتل أبيب في مواجهة أعدائها في الشرق الأوسط، كما أن هنالك حديث فيما تسرب على أن الإدارة الأمريكية ربما تحاول الضغط على أطراف الصراع في الشرق الأوسط على أعداء إسرائيل تحديدا في هذه الناحية ألا يتجاوز ردهم على إسرائيل الخطوط الحمراء أو على الأقل حدود الهجوم الصاروخي الذي كان في أبريل نيسان الماضي. لكن الأهم في هذه المكالمة هو أيضا الجانب الدفاعي والتأكيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستقف إلى جانب إسرائيل في الدفاع عنها، وهذا يعني بأن الإدارة الأمريكية سوف تدفع بحسب التسريبات في الصحافة الإسرائيلية مزيدا من قواتها الدفاعية إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيكون هنالك تنسيق على أعلى المستويات بين الجيش الإسرائيلي والقيادة الوسطى الأمريكية بعد أن انضمت إسرائيل تحت لواء وغطاء هذه القيادة في السنوات الماضية، ورأينا كيف أن القيادة الأمريكية الوسطى عملت على صد الهجوم في أبريل نيسان الماضي، الهجوم الإيراني بالمسيرات وبالصواريخ البالستية، وكان لها دور كبير أيضا في اعتراض بعض الصواريخ البالستية والمسيرات الانقضاضية التي أطلقت من قبل الحوثيين في اليمن خلال الشهور القليلة الماضية. لذلك هنالك تنسيق على المستويين السياسي والعسكري على قدر كبير، لكن واضح أن إسرائيل أيضا تتخذ التدابير اللازمة من ناحيتها من خلال رفع جاهزيتها واستعدادها لهذا الهجوم المرتقب والذي يتوقع أن يكون خلال الأيام الثلاثة المقبلة. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستعد على المستويين الهجومي والدفاعي على حد سواء، وهذا أيضا ما كان أكده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي موجود على في ذروة الاستعداد القصوى في مستوى الدفاع ولكن أيضا في مستوى الهجوم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن إسرائيل قد وضعت كل منظوماتها الدفاعية على المستويات القصيرة والوسطى والبعيدة المدى على ذروة الاستعداد، ومن ناحية أخرى من ناحية الهجومية إسرائيل تستعد لتسديد ضربات بعشرات المقاتلات الإسرائيلية فيما إذا كان هنالك هجوم من جانب إيران أو من جانب حزب الله، وهذا ما أكدته القناة 12 الإسرائيلية التي أكدت بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد عزز من وجود طائراته في المناطق الشمالية لإسرائيل، تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي من ناحية، ووجود أيضا لأعداد كبيرة من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على المدرجات جاهزة للإقلاع وجاهزة لتسديد الضربات. عدا عن ذلك الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات أيضا لكثير من المصانع في شمال إسرائيل بضرورة أن يقللوا من وجود المواد الخطيرة التي يمكن أن تشكل انفجارات كبيرة فيما تعرض إذا تعرضت هذه المصانع لهجمات صاروخية مباشرة، وكذلك رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في عديد المستشفيات الإسرائيلية في الشمال، بالإضافة إلى احتمال نقل جرحى إلى المناطق الوسطى من البلاد. عدا عن ذلك هنالك استعداد واضح بأن هذه الضربات الصاروخية قد تطال معسكرات ومناطق حساسة لإسرائيل تحديدا مواقع استراتيجية لا يستثنى منها أيضا المصانع الحساسة وتحديدا شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.